هل كان الشاعر الإنجليزي الشهير ويليام شكسبير محتالاً؟ إذ يعتقد البعض أن شكسبير لم يكن الكاتب المسرحي الحقيقي الذي نعتقده، ولم يكتب مسرحياته الأسطورية الشهيرة، فمن فعل ذلك؟ ويليام شكسبير شاعر كاتب مسرحي وممثل إنجليزي شهير، ولكن كتابته للمسرحيات كانت أكثر ما اشتهر به ويليام شكسبير، حيث يعتبر أعظم مسرحي لكل العصور. تتمثل أعماله في 39 مسرحية و158 قصيدة قصيرة واثنتين من القصص الشعرية، أي قصيدتين سرديتين طويلتين وبعض القصائد الشعرية، وقد ترجمت مسرحياته وأعماله إلى كل اللغات الحية في العالم. ولد شكسبير سنة 1564 في مقاطعة وركشاير الإنجليزية. تزوج من آن هاتاواي وهو في 18، أنجب منها 3 أطفال. أشهر مسرحياته روميو وجولييت، ماكبيث وهاملت. عاش أعوامه الأخيرة في عزلة وسكينة مع أصدقائه. توفي سنة 1616 عن عمر يناهز 52 سنة. التاريخ الشخصي لشكسبير يبقى غامضا إلى حد كبير، ويوجد مصدران رئيسيان يوفران المعلومات الرئيسية للمؤرخين عن حياته الشخصية. الأولى أعماله من مسرحيات وقصائد، والثانية تتمثل في التوثيق الرسمي مثل سجلات الكنيسة والمحكمة، إلا أن هذه الأخيرة تقدم مقاطع موجزة من أحداث حصلت في حياته، وتقدم القليل من المعلومات حول أشهر كاتب مسرحي وشاعر في التاريخ. ترددت شائعات كثيرة حول هوية الكاتب الحقيقي لمسرحيات وقصائد شكسبير، لدرجة أنه سنة 2011 صدر فيلم يكشف ألغازا خطيرة حول مسيرة الشاعر والمسرحي الإنجليزي يحمل عنوان أنونيموس. الفيلم أثار ضجة كبيرة في أوساط المثقفين والأدباء. قصة الفيلم باختصار هي أن معظم مسرحيات شكسبير كتبها شخص آخر. يقول المؤيدون لهذه النظرية أن شكسبير كان مجرد واجهة لإخفاء الكاتب أو الكتاب الأصليون لسبب أو لآخر، فهو في الفيلم مجرد ممثل فاشل أمي سكير ومحتال. في مكان ما في أوروبا في أواخر القرن 16 وأوائل القرن 17 عاش أعظم فنان على الإطلاق والأكثر تأثيرا عبر التاريخ في اللغة الإنجليزية، والذي قام بتحويلها إلى أعمال فنية مسرحية وروائع من الشعر والدراما. ومع ذلك لم يكن هناك شك من قبل فيما إذا كان ويليام شكسبير وراء أعظم أعماله أم لا. لكن بعد 150 سنة من وفاته طفت على السطح الشكوك من قبل بعض الكتاب والنقاد، وبدأت الأسئلة تتكاثر وتتنوع مرفقة بأجوبة وبأسماء بديلة. شكسبير ليس هو شكسبير. شكسبير لم يكتب مسرحياته، وبدأوا يطرحون أسماء هي التي تستحق مجد شكسبير الزائف، مثل كريستوفر مارلو وإدوارد دوفار وفرانسيس بيكن. أولى بدور الشك تتمثل في الوثائق القليلة من مدينة شكسبير ستراتفورد التي نجت من عصره، والتي تشير سواء إلى شهرته الكبيرة أنذاك أو إلى تعليمه العالي. فمن المفترض أن سكان مدينة ستراتفورد أن يتركوا رسائل وانطباعات أو وثائق تشير إلى افتخارهم بابن مدينتهم كاتب شاعر وفنان إنجلترا الأول، إذ لا توجد مؤشرات ليس فقط في أرشيف سجلات البلدة على أن كاتبا مسرحي عظيم عاش في ستراتفورد، كما أنه لا توجد كتب أو مخطوطات أو آثار أخرى كان من المتوقع أن يتركها الكاتب نفسه. تم طرح النظرية الأولى التي تشير صراحة إلى أن شكسبير لم يكن المؤلف الحقيقي رسميا في حوالي العام 1785، استنادا إلى ندرة للوثائق المتوفرة وعلى المراجع داخل المسرحيات نفسها التي بدا أنها تشير إلى أن كاتبها كان ذو تعليم أكاديمي رفيع المستوى، وهو ما لا يحوزه ويليام شكسبير. اقترح القس جيمس ويلموت رئيس جامعة بارتون أوند هيت أن فرانسيس بيكن الفيلسوف الأرستقراطي الذي عاش في عصر الملكة إليزابيث الأولى هو المؤلف الحقيقي.
يتفق أصحاب نظرية المؤامرة الآخرون مع شكوك ويلموت حول دور شكسبير المثير للريبة، لكنهم يعتقدون أن رئيس الجامعة أساء تفسير الأدلة الخاصة بالمؤلف الحقيقي، إذ يوجد ثلاثة أشخاص آخرون حظوا بأكبر قدر من الاهتمام، وهم إدوارد دوفار إيرل أوكسفورد 17، ويليام ستانلي إيرل ديربي 6، وكريستوفر مارلو المشهور بحد ذاته ككاتب مسرحي بارز. يقول أصحاب نظرية المؤامرة أن لكل منهم أسباب مقنعة للنأي بنفسهم علنا عن عمله، نظرا لأن المسرحيات كانت تعتبر أكثر أشكال الأدب دولية في عهد إليزابيث الأولى وتنقص من سمعة أديب لامع. فإن النبلاء مثل بيكون وأكسفورد ديربي غالبا ما كانوا مترددين في الاعتراف بالمشاركة في الكتابة المسرحية، كما أن الكاتب المسرحي في عهد الملكة إليزابيث الأولى يخاطر دائما بإطارة غضب الملكة إذا احتوت أي من مسرحياته على هجاء سياسي يسيء إلى صاحبة الجلالة. فقط من خلال الحفاظ على عدم الكشف عن هويته يمكن للمؤلف الحقيقي التأكد من أنه لن يعاني من عواقب غضب إليزابيث. أثرت هذه المخاوف بالفعل على بعض الكتاب المسرحيين، مما أدى إلى ظهور الشعراء المجهولين بين النبلاء، لكن لا يوجد دليل قاطع على أن مؤلف الأعمال شكسبيرية كان من بينهم. هل كان شكسبير مجرد شريك؟ تستند قضية كريستوفر مارلو إلى فرضيات مختلفة. وفقا لكافلين هوفمان صاحب هذه النظرية، كان مارلو في عداء مع العائلة الملكية عندما كتب المسرحيات سرا من أجل الهروب من الإعدام. كما يقول هوفمان، هرب مارلو من إنجلترا وقام راعيه سير توماس واسينغهام بارتكاب جريمة قتل وهمية، حتى يبدو أن مارلو قد مات. واستمر مارلو في كتابة مسرحيات من فرنسا، حيث كان ويليام شكسبير بمثابة واجهة يمكن من خلالها تقديم عمله في إنجلترا. النظرية مثيرة وتصلح أن تكون سيناريو مشوق لفيلم سينمائي مثير، لكن لا يوجد أي دليل موثق يدعمها. يقترح منظرين آخرين أن شكسبير الحقيقي لا علاقة له بإنتاج المسرحيات الشهيرة سواء من قريب أو من بعيد. يزعمون أنه لا توجد أي إشارة لشكسبير في مسرح لندن تحدده صراحة على أنه الرجل المولود في ستراتفورد، وخلصوا إلى أن الاثنين ليس نفس الشخص على الإطلاق، إذ يعتقد تشارلتون أوكبور أن شكسبير لندن لم يكن أكثر من اسم مستعار لإدوارد دوفار، ولا صلة له على الإطلاق بشكسبير ستراتفورد بخلاف تشابه الأسماء. نظرا لعدم وجود دليل مادي واضح يربط المسرحيات والمؤلف الحقيقي لها حسب أصحاب نظريات المؤامرة، فإن أي نظريات تستند فقط إلى أدلة خارجية فهي تقوم على أساس ضعيف. لذلك تحول المنظرون إلى المسرحيات نفسها في محاولة لاكتشاف دليل على هوية المؤلف الحقيقي. وجد أنصار كل من المرشحين الرئيسيين فقرات يزعم أنها أدلة على هوية الكاتب، إما تركها المؤلف دون وعي أو تم زرعها عمدا في النصوص حتى يتمكن العلماء في عصر متأخر من اختراق سره ومنحه الفضل في تأليف المسرحية. أكثر هذه الأدلة غربة هو تشفير بيكون المفترض. هذه النظرية التي صاغها في الأصل إغناطيوس دونيلي تنص على أن فرانسيس بيكون لم يكن قادرا على الكشف عن نفسه خلال حياته بأنه المؤلف الحقيقي للمسرحيات، لذلك وضع رسائل مشفرة في أعماله المنشورة لضمان تكريم الأجيال القادمة له. توسع أتباع بيكون الآخرون في أفكار دونيلي، ومن خلال تطبيق نظرياتهم استخرجوا رسائل مخفية مثل شكسبير لم يكتب كلمة منهم أبدا، وكذلك عبارة هذه المسرحية هي سليلة أفكار أف بيكون للعالم. حسب علماء التشفير، بعض طرق فك التشفير غير صالحة وليست علمية، وأن المنظرين اضطروا إلى التلاعب بالنتائج من أجل الحصول على تلك الرسائل الخفية. بينما لا يبدو أن المسرحيات تخفي معاني سرية، إلا أنها تحتوي على بعض المقاطع الصريحة التي تعطي المنظرين سببا للشك في أن شكسبير كان من الممكن أن يكون قد ألفه، وهي أن الكاتب يمتلك معرفة متخصصة في مجال معين مثل القانون، الأدب الكلاسيكي، آداب البلاط، الملاحة البحرية، وجغرافيا الدول.
يميل أتباع إيرل أوكسفورد إدوارد دوفار إلى التأكيد ليس فقط على اتساع المعرفة الفنية للمؤلف، ولكن أيضا على معرفته الواسعة على ما يبدو بحياة أوكسفورد وعائلته، إذ أن العديد من المقاطع في المسرحيات تعيد إنشاء حلقات من التاريخ الشخصي لإيرل أوكسفورد والتي لم يكن يعرفها إلا إدوارد ديفار نفسه. في الأخير، وعلى الرغم من جذب هذه الأفكار للرأي العام، فلقد اعتبرها كل دارسي شكسبير ومؤرخي الأدب الكلاسيكي عدا مجموعة قليلة طبعا مجرد اعتقاد خاطئ وسوء فهم لا غير.